مرحبا فيكم بفلامبوين بيرسين، أول قناة تتكلم باللغة العربية والتركية. معكم فاطمة، واليوم حنتكلم عن طريقة فتح جميع أنواع البيرسينز. إذا عجبكم الفيديو بليز حطوا لايك وعملوا سبسكرايب. بنات، نحن رح نتكلم هلأ عن طريقة إزالة البيرسينج للأذن. نحن عم نتكلم عن piercings professional، مش الموجودين مش المنتجات التجارية ولا بالصيدلية. هذا piercing مثل ما انتم شايفين في كرة من الخلف. اللي حيصير هو انه حنمسك الكرة الموجودة من الخلف وندورها عكس عقارب الساعة. اللف حيكون عكس عقارب الساعة مثل ما انتم شايفين. هذا نوع من البيرسينج بينحط بمناطق كتيرة بالأذن مثل ما أنتوا شايفين، ممكن تنحط بأماكن كتير. بنات، تاني نوع بيرسينج هو عبارة عن هذا البيرسينج بتسمى بيرسينج مسطح. هذا غير عن البيرسينج اللي شفناه من قبل. الفرق بين هدول الاثنين إنه هاي بتدخل من وراء الأذن، بعدين طريقة فتح البيرسينج حتكون من الأمام. حنروح عكس عقارب الساعة مثل ما عملنا بالبيرسينج اللي قبله. عكس عقارب الساعة هيك البيرسينج بيكون انفتح. أوكي، هلأ حنحكي عن البيرسينج رقم 3. عنا هون تان بيرسينج، وهذا النوع من البيرسينج ما بيزبط بس تان بيرسينج، فيكم تستخدموه لعدة أماكن موجودة بالجسم. الحلو بهذا النوع من البيرسينج إنه بتقدر تفتحوه من الجهتين مش بس من جهة واحدة. فحفرجيكم هلأ طريقة الفتح. مثل البيرسينج نمبر 1، رقم 1 و2 بينفتح بنفس الطريقة، لف عكس عقارب الساعة. حنفتح، حنلف عكس عقارب الساعة ونكون فتحنا البيرسينج. رجعنا لكم مع بيرسينج رقم 4. هذا النوع من البيرسينج بيزبط على الأذن، الروك بيرسينج، بيزبط على عدة أماكن موجودة بالجسم. طريقة الفتح سهلة جدا. بيزبط كمان على الأيبرو، ممكن يكون حلق على الحاجب. طريقة الفتح سهلة جدا، مثل piercings اللي شفناهم من قبل. طريقة الفتح انه بتمسكوا الكرة بتروحوا عكس عقارب الساعة. هنفتح، وهيك بيكون انفتح البيرسينج. وهلأ معنا piercing رقم 5. عنا البيرسينج بيجي بهذا الشكل، بالإنجليزي اسمه هورس شو، بالعربي حدوة الحصان، لأنه مثل ما شايفين بيشبه حدوة الحصان. هذا البيرسينج الحلو فيه إنه بيزبط بالأذن بعدة أماكن، ممكن ديث، ممكن هيليكس، بيزبط كمان على الشفايف، بيزبط على الأنف والسبتم، حتى الخزامة العادية، بيزبط بعدة أماكن موجودة بالجسم. طريقة الفتح ولا أسهل، تمسكوا واحدة من هدول الاثنين بتلفوا عكس عقارب الساعة مثل البيرسينجز اللي سبقوا. حنفتح عكس عقارب الساعة وهيك بيكون انفتح البيرسينج ولا أسهل. وهلأ رجعنا لكم مع بيرسينج رقم 6. عنا هلأ هذا البيرسينج بيعتبر شوي old tradition. هذا البيرسينج شوي غريب. مثل ما بتشوفوا طريقة الإزالة سهلة كتير، بتمسكوا الكرة وبتسحبوها ولا أسهل. طريقة الإزالة سهلة كتير، بس طريقة التركيب مرة تانية بتكون شوي صعبة. مثل ما أنتوا شايفين هالكرة ما في شيء بتثبتها، فهالمشكلة بصير سهل كتير يوقع البيرسينج ويضيع. الكرة هون فيها مثل فجوتين موجودين على الكرة، هالفجوة بترجع بتتركب مرة تانية جوا البيرسينج. فهدي ما عم تزبط.
بعد ما تسمعوا صوت التك هذا اللي طلع بتعرفوا انه الكرة دخلت مكانها. وعشان طريقة التأكيد كمان بعد مرة لازم تحركوا الكرة. إذا الكرة قاعدة عم تتحرك معناته انه البيرسينج ينحط بطريقة صح. هلأ معنا بيرسينج رقم 7. هذا النوع من البيرسينج بيزبط كمان لعدة أماكن موجودة بالجسم، ممكن كمان حتى يزبط على الأذن، على الأنف وعدة أماكن تاني. نوع من البيرسينج هذا بيختلف شوي عن البيرسينج اللي شفناهم قبل هيك. هذا النوع من البيرسينج ما بيصير تشدوه هيك، ما بيزبط، لو عملته هيك ما بيرجع لشكله الطبيعي. هلأ لازم تعملوا ما تمسكوا الكرة، امسكوا الجوانب هيدي، بعدين بشكل مستقيم تفتحوها هيك، بعدين لنرجع نسكرها مرة تانية نعمل هيك مرة تانية نفتحها هيك، بعدين طريقة الإغلاق بترجع تمسكوها بترجعوها لموضعها الأصلي. هلأ معانا البيرسينج رقم 8. هذا البيرسينج اسمه هو بيرسينج. الحلو بهذا البيرسينج انه بيزبط بعدة اماكن بالجسم ومنها الاذن. البيرسينج هاي طريقة التركيب والازالة بتفرق عن البيرسينجز اللي شفناهم قبل هيك. هالبيرسينج رح تدوروا عليه على الخطين. وين الخطين موجودين؟ رح تمسك البيرسينج من طرف، بعدين تشوفوا وين الخطين موجودين، في خط هون وخط هون، رح تمسكوها وتفتحوا بكل بساطة. هيك رح يكون الشكل. بعدين طريقة الإغلاق بعد الفتح تمسكوها مرة تانية من هالجهة، تمسكوا من هالجهة وتسكروها. عنا مثل ما أنتوا شايفين الستاندرد بلي بوتن بيرسينج اللي هو حلق السرة. أهم شيء تكونوا بتعرفوا أنه إزالة البيرسينج أو فتح البيرسينج لازم تمسكوه من تحت. من تحت ما رح نعمل أي شيء، الشغل كله حيكون على هاي الدائرة الصغيرة من فوق، حنمسكها ونلفها عكس عقارب الساعة. بعدين طريقة التركيب مرة تانية مثل ما أنتوا شايفين في فتحة من وراء الكرة من هون، هاي الفتحة الصغيرة حتطلع فوق العمود وحنسكر مع عقارب الساعة. مع عقارب الساعة منلف. هيك منكون أغلقنا البيرسينج. بس المهم تعرفوا أنه لما تشيلوا البيرسينج لما تفتحوه حيكون عكس عقارب الساعة، ولما تغلقوا البيرسينج حيكون مع عقارب الساعة. عنا هون مثل ما أنتوا شايفين هذا اسمه up and down belly button piercing اللي هو عكس الستاندرد piercing اللي نحن شفناه. هذا البيرسينج بفوت من فوق لتحت غير البيرسينج التاني اللي شفناه من تحت لفوق. هذا معناته إنه البيرسينج مثل ما أنتوا شايفين يا بنات حيفوت من هون هيك ويطلع. طريقة الإزالة حتكون غير طريقة الإزالة الستاندرد بلي بوتن بيرسينج. حنمسكه من تحت من هون، هاي الدائرة الموجودة هون حتثبتيه من فوق، بعدين تروح عكس عقارب الساعة. مثل ما شايفين فتحنا للبيرسينج. هذا البيرسينج بدكم تنتبهوا كتير، وصلنا للآخر. هذا مايكروديرمال. المايكروديرمال عبارة عن قاعدة بعدين الجولي نفسها. القاعدة حتفوت جوا الجلد، هاي كل الموجودة هون حتفوت جوا الجلد ما عدا هذا العمود الصغير اللي طالع، هاي عشان تتركب فوقه البيرسينج. هاي حتكون جوا الجلد، فأنتوا أول مرة لما تيجوا تشيلوا البيرسينج ممنوع تشيلوه لحالكم بالبيت، لأنه هاي الفتحات الموجودة هون فتحات بتتعلق جوا اللحم، اللحم بيجي جواتها عشان يكبس منيح عليها، فأنتوا لما تحاولوا تشيلوه على حالكم بالبيت ممكن تأذوا نفسكم، فدايما روحوا عند البيرسر، خلوا البيرسر يشيلوا لكم إياها أول مرة عشان ما تأذوا حالكم بسبب القاعدة، بعدين بعد هيك ممكن أنتوا لحالكم تشيلوها بالبيت.
هلا بعد ما تروح عند البيرسر، بعد ما بيكون شالكم البيرسينج، لما ترجع على البيت بتقدروا انتم تعملوها لحالكم. حفرجيكم على الطريقه. هلا بتمسكوا البيرسينج بتلفوه عكس عقارب الساعه، ولا اسهل، عكس عقارب الساعه، وبينشال البيرسينج لوحده. هلا وصلتوا معنا على ختام الفيديو. لو عندكم اي اسئله او اي تعليق بليز تركوهم تحت بالكومنت سكشن. لو عجبكم الفيديو بليز اعملوا لايك وسبسكرايب. لو حبيتوا تضيفونا على الانستغرام بالكويت بيرسينج بودي تركي يا فلامبوينت بيرسينج، السناب شات تبعنا كمان، والتيك توك.